أنا بطلت أخاف من الفيروسات لأنه اكتشفت أن الفيروسات بخافوا مني، لأني بلبس الكمامة وببعد عن الناس لما أحكي معهم وبغسل إيدي. أنا بحاول أسلي حالي قد ما بقدر، بعزف موسيقى وبرسم وبتدرب دبكة وبقرأ قصص، وأكتر إشي بحب أعمله إنه ألعب مع أخوي، وكمان بستنى عطلة آخر الأسبوع عشان أستعمل الأجهزة الإلكترونية.